حلا اليوم بارد خفيف سهل سريع، والأهم من هذا كله إنه مكوناته اقتصادية. رح نعمل اليوم بدون بيض، بدون فرن، بدون كريمة أو حتى حليب مكثف. الأحلى من هذا كله إنكم ما رح تنسوا طعمته أبداً، رح تعتمدوا هالوصفة وتكرروها دائماً. جيبوا شوية حليب وكوب جوز هند ويلا لنعمله سوا خطوة بخطوة. وقبل ما نبلش بوصفة اليوم بقولكم إني كتير محتاجة دعمكم هاي الفترة، فياريت ما تبخلوا علي باللايك للفيديو، اللايك كتير مهم، والمتابعة للصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه، وكتير بحب أشوف تعليقاتكم يلي بترفع من معنوياتي دائما. بايركس حجمه وسط رح أرتب طبقة من بسكوت الشاي، وهلأ بطنجرة على البارد رح أضيف كوب إلا ربع من السكر مع كوب من جوز الهند الناعم، وكمان رح أضيف عليهم 6 معالق كبار مليانين من النشا. رح أحركهم شوي لحتى يمتزجوا عندي، وهلأ رح أضيف عليهم الحليب. وبالنسبة للحليب رح أحتاج للتر من الحليب السائل، ولو مو متوفر عنا حليب سائل بنضيف 4 أكواب من المي، ولكل كوب رح أضيف معلقتين كبار من الحليب الباودر. بحركهم على البارد كتير منيح، وهلأ بنقلهم على النار على درجة حرارة متوسطة، بستمر بالتحريك وما بترك التحريك أبدا، وبس يبلش يتقل عندي الخليط رح أضيف عليه علبة من القشطة. هلأ بالنسبة للقشطة إضافتها اختيار، بس بصراحة رح تعطيكم نكهة كتير أطيب. لأكون معاكم صريحة، عملت هالتحلاية من قبل وما ضفت القشطة، وعملتها كمان بقشطة اللي كانت مع قشطة كانت كتير كتير أطيب. رح أحركهم مع بعض كتير منيح، بس لتدوب عندي القشطة تماما رح أضيف معلقة كبيرة من الزبدة، وقبل ما أطفي على النار رح أضيف معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة، ولو مو متوفر عنا فانيلا سائلة نستبدلها أكيد بالفانيلا الباودر. معلقة صغيرة بنضيفها بالبداية قبل ما نرفع الطنجرة على النار، بحركهم كتير منيح مع بعض، وهيك صار عنا الخليط جاهز والقوام تمام. رح أخذ ربع كمية الخليط وأضيفها على طبقة البسكوت ورح أرتبها بهذا الشكل. حابة أذكركم وأقولكم إني كتير محتاجة دعمكم هاي الفترة، يا ريت لو ما عملتوا لايك للفيديو ما تنسوا اللايك لأنه كتير مهم. هون وبعد ما رتبت أول طبقة من الخليط رجعت ضفت طبقة من البسكوت، وضفت كمان كمية من الخليط، واستمرت بهالخطوات لحتى عملت 4 طبقات. وهلأ الطبقة الأخيرة رح نزينها بجوز الهند المحمص. في مقلة على النار رح أشغل عليه على درجة حرارة متوسطة، وبس يحمى شوي رح أضيف ربع كوب من جوز الهند. رح أقلب جوز الهند كل شوي، ما رح أتركه أبدا لأنه بسرعة بيجهز معي فما بدي إياه ينحرق. بستمر بالتقليب شي 3 دقايق لحتى تطلع عندي ريحة جوز الهندي اللي بتشهي القلب ويصير لونه ذهبي بهذا الشكل. خبروني بالتعليقات بتحبوا الحلويات يلي بيكون داخل فيها جوز الهند، بصراحة أنا من عشاق جوز الهند. وهيك صار عندي جوز الهند جاهز، هلأ رح أزين فيه التحلاية، وبس لأزين رح أدخلها على التلاجة وأخليها لحتى تبرد، رح تاخد شي ساعتين، وبعد ساعتين بقدم أطيب وأشهى حلا بارد سهل وسريع واقتصادي. يعني يا ريت لو بقدر أدوقكم كلكم منه، بس أكيد رح أستنى تجاربكم وآرائكم. صحتين وعافية مقدماً.